أنا بضمن لك بضمن لك بضمن لك 100% إنك ممكن تغير حياتك إذا فعلياً بس بتركز على هاي النقطة. لو بأي حتى بعد حادث السيارة كنت أروح على الجيم بالعكازة. بس الناس إنه أنت وعندك قوة إرادة وعندك قوة تحكم جسمك، ما بعرف الموضوع ما كان قوة إرادة بس. يعني أنا بهديك الفترة صراحة وصلت مرحلة الاكتئاب. أهلا وسهلا فيكم في يوم جديد على القناة وفي موضوع جديد، موضوع كتير مهم وكتير مثير وكتير أنا متأكد رح يغير حياتك. شوف إذا بتركز معي أو إذا بتركزي معي بهذا الفيديو لآخره، أنا متأكد 100% إنه رح يغير لك حياتك. وهذه النقطة في ناس كتير 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 ما بتعرفها، لأنه أنا لما بديت صار لي 22 سنة بتمرن، في شغلة كاينة عندي أنا ما بعرف عنها، هي اللي خلتني أستمر وهي اللي خلتني أواظب على الدايت وهي اللي خلتني أكمل في تمريني، وهي اللي لما كنت أنا في صار معي حادث السيارة قمت منه ورجعت أتمرن. فهاي الشغلة اكتشفت، طبعا اكتشفتها إمتى؟ اكتشفتها مش بس بعد 22 سنة تمرين، أنا صار عمري 36 سنة اكتشفتها من شهرين بالضبط. أوكي؟ فانت باي وقت عمالك تحضر هذا الفيديو اعرف انه انا هاي الشغله اكتشفتها جديد، واكتشفتها خلينا نقول مش صدفه لانه ما في اشي صدفه، اكتشفتها وانا بحاول بعمل زي دورات تطوير الذات، بشتغل مع لايف كوتش، بشتغل بهاي القصص، فانا عمالي بحاول اطور بنفسي ووصلت لهاي النقطه. وهاي النقطه كتير خطيره طبعا، بتأثر عليك في تمرينك، بتأثر عليك في صحتك، بتأثر عليك في حياتك، بتأثر عليك في عملك، بتأثر عليك في أشياء كثيرة. ندخل في الموضوع، ما راح أطول عليكم كثير. هلأ الشغلة اللي صارت معي إنه أنا كنت مع اللايف كوتش، واللايف كوتش حكالي بدنا نعمل جلسة، بهاي الجلسة راح نكتشف فيها أشياء، هاي الأشياء راح تحدد لك ليش أنت بتفكر بهاي الطريقة، وليش دوافعك عمالها بتمشي بهاي الطريقة، وليش انت بتتحرك في حياتك بهاي الطريقة. فأنا ما كنت فاهم أولها صراحة، يعني بس ساعدنا وشرح لي الموضوع لسه ما كنتش مستوعب الفكرة كاملة، إنه طب إيش يعني أنا بتحرك بهاي الطريقة، شو دوافع اللي بتحركني بهاي الطريقة، شو دوافع. أنا بحب التمرين وبروح بتمرن، واحد تاني بحب العمل خلينا نقول بحب شغله بروح على الشغل. فاللي شرح لي إياه إنه لما أنت مثلا عندك قيمة، ها راح نحكي على الموضوع، والموضوع اللي هو القيم. والقيم قبل ما تسكر الفيديو وتروح، القيم بتختلف عن الأخلاق. يعني الأخلاق اللي هي هذا الزلمة مؤدب، هاي البنت محترمة، هذا الشاب حرامي، هذا هاي كلها أخلاق اللي احنا مخربشينها، أو أنا شخصيا كنت مخربشها مع القيم. فإذا أنت كانت عندك هاي الخربشة برضو بنفس الطريقة راح تكتشف موضوع كتير كبير. القيم اللي هي ممكن تكون مثلا زي قيمة العمل، زي قيمة الأسرة، زي قيمة الحرية، قيمة الصحة. فاللي بدي أوصله إنه إذا أنت مثلا كنت عمالك بتشتغل وبتروح على شغل وما بتحب هذا الشغل، وبتلاقي إنه عمالك بتنقل من شغل لشغل، عمالك بتروح من مكان لمكان، بس بالنهاية مش فاهم ليش. طبعا دايما راح تقول انه والله المدير كان حمار، هذا خلعني اسبين طلعني من الشغل، هذا حط لي مش عارف شو. هو انت تفكيرك وانت عمالك بتروح على الشغل، يعني طاقتك اول ما توصل الشغل انت مش طايقه وانت كرهانه وانت كرهان حالك، بس انت مش فاهم ليه. وانا شخصيا مريت في هذه التجربة، لاني لما رحت اشتغلت في اول شغل طبعا اكيد حطيت الحق على حدا معين اني طلعت منه. الشغل الثاني لما اشتغلته وعدوني بكذا ورح نكبر مع بعض ومش عارف ايش، وبرضه طلعت منه. الشغل الثالث مش عماتهم بعطوني راتب كويس وطلعت منه. انا ما حاولت اني اتطور بالشغل، طبعا صرت كنت عمالي بدور من واحد للثاني من واحد للثاني، لاني مش فاهم انه انا عندي بقيمي اشي كتير كبير اللي هو قيمة الحرية. قيمة الحرية خلتني من الناس اللي هم بدوروا على يشتغل لحاله، يشتغل بريادة الأعمال، يشتغل إنه يكون هو his own boss. ما بدي يكون حدا أنا بوس عليه، ما بدي حدا يقول لي اعمل كذا وسوي كذا. هلأ في ناس مثلا عندها قيمة العمل بتكون عالية، قيمة العمل بتكون فوق قيمة الأسرة، بمعنى إنه هو عماله بيروح بفضل شغله، بقولوا له workaholic، بفضل شغله، بفضل إنه يضل يشتغل ليل بنهار عشان يجمع فلوس فوق قيمة إنه يقضي وقت مع أسرته ومع عائلته.
فهذا قيمة العمل عنده عالية، قيمة الأسرة بتكون عنده أقل. أنا كانت عندي قيمة الحرية أعلى من قيمة العمل. هل بدي فلوس؟ أكيد بدي فلوس، كلنا بدنا فلوس، يعني مين ما بده فلوس، بس هي الفكرة كانت إنه أنا حريتي الأشياء اللي عمالها بتقيدني هاي كانت عمالها بتعمل لي مشاكل كتير في العمل، لغاية ما اشتغلت لحالي وصرت أنا البوس لإلي وبطل حدا فوقي يقول لي تعالوا روحوا سوي، وأنا حاطط البرنامج تبعي بحالي وأنا بشتغل مع الناس اللي أنا بنقيهم وبشتغل معاهم. طبعا هالموضوع مبين كتير سهل، بس الموضوع كان أخذ وقت طويل وأخذ يعني رحلة شاقة شوي كانت لين أو بينما أنا وصلت للي بدي إياه. فهلا خلينا نقول إنه هذا التضارب اللي أنا ما كنت فاهمه. اكتشفت كمان شغلة إنه أنا عندي قيمة الصحة قيمة عالية، فبعد ما عملنا جلسة اكتشاف القيم أنا واللايف كوتش اكتشفت إنه أنا مثلا قيمة الصحة عندي إشي كتير عالي، فهذا اللي بخليني إنه أنا مثلا لما أجي أكل وأخبص بالأكل شوي دائما أنا يعني كنت بحكيها بالفيديوهات حتى قبل إنه أنت كل باعتدال، بس لما خبصت شوي خلاص وقف وارجع كل طبيعي وكل أكل نظيف. اللي اكتشفته إنه مش كل الناس تفكر بهالطريقة، لأنه أنت لما أنا شخصيا مثلا بالنسبة إلي وصلت مرحلة إني لما بلشت أكل هذا الأكل الخبايس أنا صرت بدعس على القيمة الصحة اللي هي عندي واللي هي شغالة في العقل الباطن وراء، فأنا قاعد يعني بخبص على هاي القيمة، فهاي القيمة عمالها ترفض لي إني أنا أروح وأكمل في هذا الموضوع، فبلاقي حالي وقفت ولا إراديا ولا شعوريا. طبعا هلأ صار الموضوع إرادي وصار الموضوع بوعي وأحسن، بس زي الموضوع أنه لا شعوريا أنا برجع بأكل أكل نظيف. في ناس تاني مثلا قيمة الصحة ما بتكون عنده هالقد عالية، هو مش كتير فارق معه، هذا مش إشي هو معليه ورافعه، فبلاقي إنه عماله بخبص بالأكل وبضله رايح فيه، فلما يجي يوقف يلاقي الموضوع كتير صعب. فموضوع التمرين نفس الإشي، أنا بما أنه قيمة الصحة والتمرين عندي والجسم والشكل هاي عالية، فأنا بالنسبة إلي مثلا التمرين مستحيل أقطعه لو بأي حال، حتى بعد حادث السيارة كنت أروح على الجيم بالعكازة. بس الناس إنه أنت وعندك قوة إرادة وعندك قوة تحكم جسمك، ما بعرف الموضوع ما كان قوة إرادة، بس يعني أنا بهديك الفترة صراحة وصلت مرحلة الاكتئاب، يعني فترة معينة أنا وصلت الاكتئاب، حادث السيارة ضيع لي كل الجسم اللي أنا اشتغلته سنين، رجعت نحيف، راحت كل العضلات، إجري ما كنتش أقدر أمشي عليها تقريبا سنة كاملة، كتفي كان مكسور، ظهري في 5 ضلوع مكسورين. فبالنسبة لإلي ما كانش الموضوع والله قوة إرادة وراح أعملها وموتيفيشنال ويلا، ما كانش هيك الموضوع، كان عندي شوية اكتئاب، بس كان الجيم هو اللي عمله بطلعني من هذا الاكتئاب. فأنا حكيت لكم بفيديو ماضي إنه الجيم هو بعطيك إندروفين صحيح، إنه هو الشعور بخليك شعور مبسوط، بس تخلص تمرينك أنت بتكون مبسوط وبتكون فعليا منعنش هيك. بس اكتشفت كمان شغلة وهي كتير هاي النقطة المهمة، إنه أنا اللي كان محركني الدافع اللي عماله بخليني أقوم من التخت على عكازة وأروح على الجيم هو قيمة الصحة، إنه أنا قيمة الصحة كانت عندي عالية. فهاي النقطة إذا بتركزوا فيها أنا بضمن لك بضمن لك بضمن لك 100% إنك ممكن تغير حياتك إذا فعليا بس بتركز على هاي النقطة، تفهم شو القيم العالية اللي عندك، شو القيم الواطية اللي عندك، شو القيم اللي لازم إنك ترفعها إذا كانت واطية من عندك، بغض النظر عن الأسلوب والطريقة. أنا مش لايف كوتش، ما حدش يقول لي تعال اعملنا جلسة قيم، مش شغلتي، أنا عندي اللايف كوتش تبعي وممتن له وبشكره إذا سمع هذا الفيديو، يعني عبود من الناس اللي غيرت حياتي. فلما اشتغلنا بهاي الشغلة، هاي شغلة كتير 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 فرقت معي، ما بقدر قديش أقول لكم أنها فرقت معي بوقت كتير قصير، لأنه لما بلشت أفهم أنا كيف عمالي بتحرك، شو الدوافع اللي عمالها بتحركني، سواء أنت بدك تخش عليها من منطلق ديني، سواء أنت بدك تخش عليها من منطلق بس هي دوافع، شو المنطلق اللي أنت بدك إياه، أنت حر. مين الناس اللي حابب تشتغل معاهم في هذا الموضوع برضو أنت حر، بس أنا متأكد أنه هاي المعلومة ممكن تغير حياتك، وأنا حاططها بنية النفع، لأنه أنا متأكد أنها راح تنفع ناس كتير 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 إذا ركزوا فيها. وإذا كملت الفيديو معاي للآخر لهون بشكرك كتير، وبتمنى أنك تبدأ وتأخذ خطوة من هلأ تغير فيها حياتك.